راشد. أما الشيخ منصور قرأ قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، بس لو الواحد قاعد كذا اليوم جاب ورقة وكتب كلمة أبدا، قاعد يفكر في أبدا هذه إلى متى؟ لا نهاية. 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة، غششني في أرقام في أكبر، في أكبر من 1,000,000,000، غششني إذا في رقم أنا ما أعرف، أنا آخر حدي 1,000,000,000، ما في إلى ما لا نهاية. إلى ما لا نهاية إيش؟ كل لحظة تمر عليك في الجنة، كل لحظة تمر عليك في الجنة تزداد فيها نعيم وجمال وبهاء، ويتجدد النعيم في كل لحظة. كل ما زاروا أهل الجنة، كل ما أتوا إلى موعد زيارة الله جل في علاه ونظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، كلما ازدادوا بهاء وجمال ونعيم. حنشوف إحنا لو نبغى نوصف في الجنة إحنا ما نقدر، ترى عقولنا الضعيفة وخلق الإنسان الضعيفة، إحنا ما نقدر نتخيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى لو فكرت تحلم تتخيل فوق الله، فوق الخيال، فوق الوصف. لكن نقول حاجة واحدة، يا رب بلغنا الفردوس الأعلى من الجنة، وهذا اللي نقدر. وأنا أتفكر في كلامك الشيخ وأنت تردد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صبرا على ياسر، على ياسر فإن موعدكم الجنة. أيضا يقال للمريض صبرا أيها المرضى، نعم، فإن موعدكم الجنة بإذن الله. ويقال للمديون، ويقال للذي ظلم، ويقال للذي في ضنك، ويقال لهم صبرا فإن موعدكم الجنة. أيضا يا دكتور يقال صبرا ذاك الرجل اللي في كل يوم يترك فراشه والنوم الهنيئة من أجل أن نذهب إلى صلاة الفجر، نقول له صبرا فإن موعدك الجنة. نقول تلك المرأة اللي صبرت على الحجاب استجابة لأمر الله وأمر رسول الله، نقول له صبرا فإن حجابك طريقك إلى الجنة. نقول صبرا لقائم الليل وصائم النهار والبار بوالديه وواصل الأرحام وتالي القرآن، صبرا فإن موعدكم الجنة. والله لن تصل الجنة إلا بالصبر. شيخ راشد سبحان الله، يعني عندما نقول صبرا، أنا وأنتم تتكلمون أتذكر آسيا بنت مزاح وهي مقيدة والجنة تأتي إليها وترى الجنة وتدعو، وهي زوجة من؟ وهي زوجة من؟ أطغى الطاغين فرعون. والله سبحانه وتعالى من كرمه لآسيا بنت مزاحم بسبب صبرها واحتسابها لأجر تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا جعلها وضربها مثلا للمؤمنين. والله جل وعلا يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذكر والأنثى، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.